من المعلوم أن موسم تزاوج الدرة المطوقة يبدأ في الربيع، ولكن ما هي علامات اقتراب وضع البيض؟ وما هي الأنثى التي لو رأيتها ستدرك أن هذه الأنثى لا يمكن لها أن تضع البيض هذا العام؟ تابعونا لتتعرفوا على كل هذه المعلومات، ولا تنسوا دعم القناة بالإعجاب والاشتراك لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله. من المعلوم أن موسم تزاوج الدرة المطوقة بكل أنواعها يبدأ من الربيع والخريف، والدرة المطوقة ملتزمة بموسم التزاوج خاصة في الطبيعة، لكنها لا تلتزم بذلك في الأسر وفي القفص. ستجدون أنها قد تبيض في الشتاء، قد تبيض في شهر 11 أو في شهر ديسمبر أو في شهر يناير، يعني في الشتاء. الدرة لا تلتزم، أو الطيور عامة لا تلتزم بموسم التزاوج في القفص وفي الأسر، لكنها تلتزم بذلك في الطبيعة. فالموسم الرسمي للدرة المطوقة يكون في الربيع، يعني في شهر 3 و4 و5، هذا هو موسم التزاوج الرسمي، لكن ذلك يختلف في الشتاء. ولذلك ستجدون أن بعض الناس عندهم بغبغاء الدرة وقد باط في شهر 12 أو باط في شهر 1، يعني باط في الشتاء. فبنقول أن الطبيعي أن موسم التزاوج بيكون في الربيع، لكن للأسف الشديد طبعا قد لا تبيض الأنثى في موسم التزاوج. الأنثى ما بيضتش في موسم التزاوج، لماذا؟ ما الأسباب وما العلامات التي تدل على أن هذه الأنثى لن تضع البيض في هذا العام؟ علامات الأنثى التي لن تضع البيض، هناك علامات تدل على أن هذه الأنثى لن تضع البيض في هذا العام. إذا دخل عليك هذا الموسم، الموسم الرسمي، يعني عندك القص وعندك زوج من الدرة المطوقة ودخل عليك الموسم، يعني أنت الآن في شهر 3 أو في شهر 4، ومع ذلك هناك يعني الأنثى لم تبض ولم تضع البيض، هناك علامات تدل على أن هذه الأنثى لن تضع البيض هذا العام، يعني عليه العوض ومنه العوض، لن تبيض هذه الأنثى في هذا العام. إذا رأيت هذه العلامات فاعلم يقينا أن هذه الأنثى لن تبيض. أول هذه العلامات الأنثى شديدة الخوف، يعني شدة الخوف والهلع والاضطراب يدل على أن هذه الأنثى لن تضع البيض. لماذا؟ لأن من علامات وضع واقتراب وضع الأنثى للبيض أن تكون الأنثى هادئة، لأن الأنثى بتكون يعني بتكون معبية، أو بتكون الأنثى عنقود البيض بدأ يتكون وبدأت الأنثى تستعد لوضع البيض، زي بالضبط كده المرأة الحامل. يعني المرأة الحامل بنلاحظ ان هي بتكون يعني خايفة على نفسها او بتكون هادية في حركتها، فكذلك الأنثى اللي هي بتكون معبية او بيكون عنقود البيض تكون عندها، بتكون طبعا هادئة ساكنة، مفيش عندها اضطراب وهلع ويعني تضرب في القفص، فهذا دليل على أن هذه الأنثى ليست يعني لم يتم تكوين عنقود البيض فيها في موسم التزاوج. يعني بهذا الشكل سيدخل عليك الصيف، وإذا دخل الصيف طبعا لا يمكن لها أن تبيض. يبقى دي أول علامة بتبين لنا أن هذه الأنثى لن تضع البيض، فمن علامات وضع البيض هدوء الأنثى. طيب الحاجة التانية ان الموسم يكون دخل عليك اللي هو شهر 3 و4 ولسه ما فيش فيه توالف بين الذكر والانثى، وفي ضرب بين الذكر والانثى. طبعا احنا بنقول دائما ان انت تتجنب الانثى الشرسة، يعني هناك بعض الاناث اللي بتكون شرسة، اللي بتكون عندها حالة من حالات يعني هي دي طبعها، يعني طبعها ان هي بتكون يعني شديدة الخوف، شديدة الشراسة. الانثى دي يعني ياريت ان انت تتجنبها، لان هي طبعا الانثى دي بتبقى عندها فزع شديد جدا، وممكن يعني تكسر البيض، ولو حد لو سمعت اي صوت ممكن تسيب البيض وتهجر العش. فبتكون أنثى يعني إيه في طبعها إن هي مش كويسة، طبعها الشراسة والخوف، ويعني الخوف الزائد عن الحد والاضطراب الشديد.
يبقى دي علامة تانية بتقول لك ان هذه الانثى كده عليه العوض برضك. لو دخل عليك الموسم، لو دخل عليك الموسم يبقى كده مفيش توليف بين الذكر والانثى وفي ضرب، يبقى كده خلاص هيضيع عليك الموسم. الحاجة اللي بعد كده ايضا، لو انت اشتريت الدرة المطوقة ولسه شاريها، وشاريها في موسم التزاوج، يعني انت شاريها في شهر 3 او 4، فطبعا الطيور لما بتغير المكان، تغيير المكان بيأثر سلبا على الطيور، فبالتالي الطيور هتاخد وقت على ما تتعود على المكان وعلى ما تشعر بال يعني بالاستقرار والامان. جميع الطيور هكذا، يعني اي طائر اشتريته بياخد وقت على ما يشعر بالامان. طبعا ده في الغالب، يعني ده هذا في الغالب، انما في بعض الطيور ان انت لو اشتريتها على طول ممكن بعد اسبوع تقوم بيضه عندك، تنتظرش منهم ان هم يبيضوا السنه، لان كده الموسم هيضيع عليك. ايضا من الاشياء اللي هتفوت عليك الموسم وهتخلي الموسم يضيع عليك، لو ان انت نفسك بذاتك كل شويه تدخل على الطيور وتطلع وتفتح البياضه، طبعا كل ما تخش على الطيور تفتح البياضه وتقفل البياضه، كل 5 دقائق تدخل على الطيور، كل ده هيأثر سلبا على الطيور هيخلي الأنثى ما تدخلش، لأنها لو إن حضرتك يعني كل شوية تفتح البياضة وتفزع الطيور، فطبعا ده هيخلي الأنثى لا يعني لا تجلس في البياضة ومش هتضع البيض. فياريت ان انت يعني ما تفضحش البياضة كل شوية، وما تعملش، ما تكونش سبب ازعاج للطيور. ايضا لو ان الطيور تحت سن السنتين، يعني طبعا احنا عندنا ان الدرة بتبلغ على سن 3 سنين، وطبعا بنقول ان الانثى بتبلغ على 2 سنين، يعني 2 سنين ممكن تصبح ان هي جاهزة، وكذلك ايضا الذكر بيبلغ على 2 سنين 2 سنين ونصف، يعني طبعا يفضل ان الذكر يكون اكبر من الانثى. في بعض الناس يقولوا مثلا ممكن يقولوا ان الانثى بلغت يعني اقل من كده، لا احنا بنقول ان الافضل ان الانثى يعني لا تقل بحال من الاحوال عن يعني ايه 2 سنين ونص، يعني عشان يكون الانتاج كويس. يعني لو عند سن 3 سنين يكون افضل، يعني سن 3 سنين يكون افضل جدا، يكون كده ايه بلغت تمام والكمال. بنقول ايضا ان لو الانثى في موسم التزاوج في موسم الربيع، يعني عندنا الربيع والخريف، لو ان الانثى لا تدخل البياضة، يعني الانثى لا تدخل البياضة مطلقا، فاعلم ان هذا الموسم سيضيع عليك. ما دام ان الانثى لا تدخل البياضة في الربيع، في شهر 4، في شهر 3، في شهر 5، فاعلم ان كده خلاص. وطبعا الانثى تعرف ان هي بتدخل البياضة بالفضلات، يعني فضلات الكتيرة، يعني الفضلات اللي هي ايه متراكمة، يعني بتلاحظ في اسفل القفص ان في فضلات كتيرة جدا، الفضلات الكتيرة دي دليل على ان الانثى بتقعد يعني بتمكس في البياضة فترة طويلة، الانثى بتفضل داخل البياضة فترة طويلة جدا، او اي طير عامة بيفضل في البيضة فترة طويلة، فده معناه ان هو بيهيئ نفسه لوضع البيض. وطبعا من علامات ايضا اقتراب وضع البيض ان انت بتلاحظ ان الانثى كده ايه فحرة كده في الايه في داخل النشارة، فدي دليل على ان الانثى يعني ان شاء الله هيكون موسم خير، وان شاء الله هتضع الانثى البيض. لو انت ما شفتش اي علامة من هذه العلامات، فعليه العوض ومنه العوض، وربنا يعوض ايه وربنا يعوض عليك بقى، وايه يعني ان شاء الله بقى الموسم الجاي ان شاء الله هتكون الانثى قد وضعت البيض. ربنا يرزقنا جميعا، واتمنى اكون قدمت لكم يعني افادة في هذا الفيديو، واتمنى ان انتم ايضا لا تنسوا دعم القناة بالاعجاب والاشتراك لنستمر بنشر المزيد، والسلام عليكم ورحمة الله.